مشاهدينا الكرام، للحديث حول الموضوع وفيما يتعلق بالشق السياسي ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني السيد عز الدين إبراهيم. أهلا بكم سيد عز الدين. بداية، تتزامن ذكرى النكبة اليوم مع نقل السفارة الأمريكية للقدس، كيف ترى هذه الخطوة وماذا عد الفلسطينيون للرد على هذه الخطوة من الناحية السياسية؟ يعني من الناحية السياسية لم يعد الفلسطين شيء للأسف، في ظل الانقسام الحاصل وفي ظل الأداء الضعيف الذي تؤديه السلطة الفلسطينية. نتحدث اليوم وفي هذه الساعات عن 30 شهيدا فقط في غزة سقطوا أو ارتقوا قبل قليل، بينما الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل جولته في أمريكا اللاتينية وكأن ما يحدث في فلسطين ليس لا يحدث في فلسطين. فبالتالي للأسف سياسيا لا نستطيع القول أن هنالك شيء أعاده الفلسطينيين، هنالك أداء سياسي هزيل جدا للسلطة الفلسطينية في ظل عدم المبالاة التي يؤديها الرئيس محمود عباس وفي ظل إصراره على يعني مواصلة. يعني هل يتحمل محمود عباس تبعات هذه التصعيدات، هذا ربما دعونا نقول بأنه التغول الأمريكي، قضية نقل السفارة، قضية التجاوزات الصهيونية بتخاذله إذا صح التعبير؟ محمود عباس يتحمل مسؤولية الفشل السياسي للسلطة الفلسطينية، ما يجري حاليا يتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية اليمينية والاحتلال الصهيوني لا شك، لكن في المقا في فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني ما يجري حاليا هو أداء فلسطيني هزيل، هنالك ضعف وفشل فلسطيني في التعاطي مع المستجد الذي طرأ. من الطبيعي جدا أن الاحتلال يواصل مخططاته ويساعد مخططاته لتهويد الأرض ومصادرة الأرض وفرض وقائع جديدة للأرض، لكن من غير الطبيعي أن يواجه هذا الأداء للاحتلال الصهيوني ومن خلف الإدارة الأمريكية بهذا الضعف وهذا الفشل على الصعيد الرسمي الفلسطيني. نحن نتحدث كما قلت لك سيد الكريم عن عشرات الشهداء حاليا، بينما الرئيس الفلسطيني حتى الآن لم يدع عنه أي موقف رغم أن عمليات القتل والمجزرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني مستمرة منذ الساعة الصباح. أين هو الرئيس الفلسطيني الآن؟ لماذا لم يظهر حتى الآن أي بيان أو أي موقف على الرئيس الفلسطيني؟ طيب، على الأقل إدانة ما يجب. سيد عز الدين، وزير الخزانة الأمريكي أكد أن الكيان الصهيوني أهم حلفاء واشنطن. برأيك، مع هذا التصريح وما يصدقه طبعا من أفعال على الأرض، هل ما زالت أمريكا وسيط نزيه في عملية السلام؟ سيدي، من اللحظة الأولى التي وصل فيها دونالد ترامب إلى البيت الأبيض سقطت أمريكا، بل من قبل ذلك. يعني الإدارة الأمريكية في يعني تاريخها كله في الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تكن وسيطا نزيها، دائما كان هناك انحياز أمريكي واضح ومكشوف للاحتلال الصهيوني. نحن كشعوب أو نحن كفلسطين لم نراهن أبدا على هذه الإدارة. للأسف الذي كان يراهن دائما على الإدارة الأمريكية هي السلطة الفلسطينية على الصعيد الرسمي والأنظمة العربية التي للأسف حتى الآن تراهن أو بعضها يراهن على الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية شريك بالجريمة التي تجري حاليا وتتحمل مسؤولية الدماء التي تراق حاليا، وبالتالي المطلوب على الأقل من محمود عباس أن يصدر عنه موقف واضح جدا وان يعود الى الاراضي الفلسطينيه فورا للوقوف على ما يجري من مجزره حقيقيه بحق شعب فلسطين. سيد عز الدين، دعنا ننتقل الى وجهه نظر ربما قد تكون من الطرف الاخر، يعني السيد محمود عباس ربما يراه البعض بانه ضعيف لا يستطيع بقرارات امام، طبعا بقراراته مهما كانت امام القرار الدولي، قرار الولايات المتحده دوله عظمى وكيان صهيوني دوله او موجود في المنطقه، لا يستطيع ربما بقراراته أن يواجه هكذا قرارات بنقل السفارة أو ما إلى ذلك من قرارات أخرى مثل الاستيطان وغيرها. طيب، لماذا ينتقد محمود عباس وهو ضعيف؟ يعني ليس بيده حيلة إذا صح التعبير. يعني ال- 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 القول أن محمود عباس أو السلطة الفلسطينية لا تملك شيئا بالمرة أو بالإطلاق هذا كلام غير صحيح. السلطة الفلسطينية على الأقل وأضعف الإيمان إن صح التعبير تملك أول وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. هناك قرارات يعني من المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطيني ومن حتى من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحتى من كل الفصائل بضرورة وقف التنسيق الأمني. لماذا لم يتم إيقاف التنسيق الأمني حتى الآن؟ محمود عباس يملك أيضا بأضعف الإيمان أن يحقق الوحدة الفلسطينية وأن ينجز المصالح الفلسطينية، يملك بأن يرفع عقوباته عن غزة. هذه قرارات كلها يستطيع محمود عباس أن يقومها، لماذا لم يفعلها حتى الآن؟ لذلك التحجج بأن محمود عباس ضعيف ولا يملك شيء، نحن نتكلم عن ضعفه من حيث الأداء تجاه ما يجري حتى الآن. طيب، ما الذي ينتظره الفلسطينيون الآن سيد عز الدين؟ يعني حكومة أنت تقول بأنها ليست واقفة مع هذا الشعب، لا تسانده بقراراتها، لا تتخذ قرارات حاسمة، ما الذي ينتظره الفلسطينيون من هذه السلطة؟ لا ينتظرون من السلطة شيئا بعد هذا الأداء.
كانوا يتوقعون على الأقل بعد الاجتماع الأخير لمنظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني على الأقل أن يتخذ خطوات حقيقية، لكن للأسف الشكل الذي أخرج به المجلس الوطني الفلسطيني كان مؤشر واضح على أن السلطة الفلسطينية ماضية في العقوبات على غزة وماضية في ترسيخ حافل الانقسام، وبالتالي الشعب الفلسطيني لا يعول إلا على الله عز وجل في قبل كل شيء، ومن ثم على نفسه وعلى الدماء التي للأسف تسكب الآن في غزة بدون يعني أن يكون هناك أي موقف سواء فلسطيني رسمي أو عربي أو إسلامي حقيقي لنصرة هذا الشعب. سيد عز الدين إبراهيم الكاتب والصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.